لقلقة حضارية يشهدها ميدان محطة مصر، وده أحد أهم ميادين اسكندرية اللي بيخضع لتطوير حاليا لإعادته لمكانته التاريخية في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين وللمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية. مشروع تطوير ميدان محطة مصر بيتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتبلغ تكلفته 227 مليون جنيه، ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل عشان يقضوا على أزمة الباعة الجائلين مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وأيضا إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة، الأجرة والأوتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور. تم إنجاز 75% من المشروع. كما يتم تطوير شامل للحديقة. حديقة النصب التذكاري هي أهم علامات ميدان محطة مصر، وتتضمن الحديقة تنفيذ 2 نافورة راقصة بتأثيرات ضوئية، فضلا عن استكمال أعمال شبكة الري والكهرباء وممرات المشاة وأحواض الزراعة اللي بتعتمد على زراعات من صغيرة إلى متوسطة الارتفاع لعدم حجب الرؤية عن المواطنين. ومن ضمن أعمال التطوير اللي بتعد مكان ترفيهي للجذب السياحي هو جزء التبة اللي هيتخصص لكي يكون منطقة استراحة وأماكن مفتوحة للتعاون. تم إنشاء غرفة تحكم بجوار مبنى السنترال، مهمتها التحكم في كاميرات تأمين الميدان، وأيضا يضم سوق تجاري مجمع لحل مشكلة الباعة الجائلين والعشوائية اللي كانت بتسيطر على ميدان المحطة. غرفة التحكم مزودة بكاميرات عالية الجودة، سوق حضاري متكامل، باكيات لكل بائع، إنشاء منطقة باكيات محلات بجوار خط الترام، تتكون من دور أرضي يحتوي على 57 محلا ودور تاني يضم 73 محلا، وإنشاء سوق من دور أرضي يتكون من 88 محلا وعدد من دورات المياه. وإنشاء مسجدا مكون من دورين، وأيضا هيكون في 140 لوحة إعلانية. سيارات الأجرة وموقف للأوتوبيسات